الله لا يفجع حدا بابنه، بس تصيري ام رح تفهم. إذا سمحوا لي يصير ام طبعا. بإذن الله ما حدا بيقدر يمنعك. انتي إذا بتوثقي فيني أنا رح أكون معك، تمام حبيبتي؟ نحن ما رح نسمح لهم يأذوكي. سمعتيني؟ ما رح نسمح لهم يأذوكي. أختي احكي لي شو صار؟ شو صار؟ ليش هيك حالتك؟ وينو فريد؟ طلع لبرا. فريد رجع يتصرف مثل عادته، ما بيقدر يتحمل الضغط. عمل أكتر شغلة شاطر فيها، حمل حاله وراح وتركني لحالي. يا روحي انتي ما تحكي هيك، خلاص ما تقولي هذا الكلام. هلا هو مشتت افكاره. ليش لحتى تتشتت افكاره ماما جولكون؟ انا هادية اللي ماني فاهم انتو. ليش لحتى تتشتت افكاره؟ اذا في حدا لازم تتشتت افكاره فهو انا. لك انا المسكينة اللي شربت هديك الادوية. خلص يا اختي اهدي. سايران شوفي هو اصلا قال بكره رح يجيب المرة، ووقتها بتحكي معها مثل ما بدك، بتسألي شو ما بدك. اختي مشان الله اسكتي بقى، لا تقولي شي. انتي ما عم تعيشي اللي عم عيشه انا، ما فيك تحسي بالشي اللي انا حاسسته. اختي ولا واحد منكن، ولا واحد منكن وقف وقال كلمة. هذا الكلام الي؟ هذا الكلام اليك. انتي فتحتي تمك وحكيتي وانا ما سمعت؟ اهدي. تمام سهران، الله يهدي بالك. اهدي يا بنتي خلاص. شوفي ليتني انا جنبك، ممكن تهدي شوي؟ انا جنبك يا روحي، انا جنبك يا امي. خلاص روقي واهدي خلاص.